السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المدربة شيخ الكعبي، مدرب دولي معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات، وأيضا مستشار أسري ونفسي. حبيت اليوم أتكلم عن قناة 10 minutes. قناة 10 minutes من أفضل القنوات التحفيزية واللي تركز على تطوير الذات. حساب وقناة 10 minutes من أفضل القنوات الرائعة اللي تركز على عدة أمور وتأخذك إلى عالم آخر، عالم مليء بالتفاؤل والأمل وتطوير الذات، من خلال اقتباسات رائعة من أشهر المؤلفين والقراء والمخترعين الذين كان لديهم دور فعال في تغيير حياتنا للأفضل، وأيضا يركز على المشاريع الصغيرة وتطويرها. حيث بدأت بمتابعة قناة 10 minutes لمدة زمنية، واكتسبت العديد من الأفكار الرائعة لبدء حسابي التدريبي والتطويري في الإنستغرام. أنصحكم بمتابعة قناة 10 minutes والاستفادة من المعلومات والبث المباشر الذي يقوم به أستاذ يوسف الحوراني. وفي نهاية هذا الفيديو أحب أشكر أستاذ يوسف الحوراني صاحب قناة 10 minutes على كل الجهود المبذولة لتنوير عقولنا بالمعلومات الرائعة والاقتباسات الأروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.